ولمزيد من النقاش والحديث عن تصاعد التحذيرات من جفاف بحيرة حمرين والمصادر المائية التي تمد محافظة ديالى، معنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي نظير الكندوري. مرحبا بك معنا. حياكم الله، حيا مشاهدة القناة. أهلا وسهلا فيك أستاذ نظير. في الحقيقة هناك تحذيرات واضحة من مفوضية حقوق الإنسان في ديالى من اضطرار سكان 15 منطقة زراعية للهجرة بسبب موجة جفاف مرتقبة تضرب المحافظة، وهي ستؤثر طبعا على ألاف السكان هناك. هل تعتقد أن الحكومة لن تسمح بأن تصل الأمور إلى هذا الحد وأنها ستقوم بإجراءات ما مستقبلا؟ نعم، يعني أخي الكريم، لا أعتقد أن الحكومة مهتمة كثيرا في موضوع نزوح أهالي هذه القرى وانتقالهم إلى مناطق أخرى وخسارة أراضيهم الزراعية وبساتينهم، لأنها هي بالأصل لم تهتم بإرجاع سكان القرى المهجرة بعد يعني الحروب الطائفية والأحداث الأمنية اللي حدثت في تلك القرى. فكيف الحال بهجرة بسبب نقص المياه؟ أنا أعتقد أن الحكومة هي غير مبالية في هذا الموضوع، ولربما تعتقد أن لديها من المشاكل يعني أكبر بكثير من أن تهتم بواقع الزراعة في محافظة ديالى أو باقي محافظات العراق. نعم، طيب عندما يكون هناك دق نقوص الخطر من مدير ناحية السعدية بخصوص نضوب بحيرة حمرين خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، ما الأخطر المرتقبة على نضوب هذه البحيرة؟ ماذا سيفعل الناس في ذلك الوقت؟ نعم، يعني البحيرة يعني حقيقة مهمة جدا، خاصة لحوض ديالى، كون أن هذه البحيرة هي تحتجز مياه الفائضة من نهر دجلة، كذلك مياه السيول والأمطار لكي يتم الاستفادة منها في أوقات الجفاف. فإذا ما يعني تعرضت هذه البحيرة أيضا للجفاف فليس هناك تعويض لنقص المياه. نعم. وبالتالي ليس فقط منطقة السعدية هي التي ستتأثر، إنما كل المناطق التي تحت هذه البحيرة، يعني تمتد من المقدادية فيعني تصل إلى بعقوبة ثم يعني كنعان وصولا إلى جنوب بغداد، هذه كلها المناطق هي معتمدة على نهر ديالى، وبالتالي يعني نحن أمام يعني كارثة وليست مشكلة، يعني ولا يعني ما لا أعرف ما كيف تفكر الحكومة، وهل تعتقد أن هذه مشكلة بسيطة؟ ديالى يعني مهنة أهاليها الرئيسية هي الزراعة. نعم. فإذا ما يعني انقطعت المياه وبدأت الأهالي والفلاحين يهجرون أراضيهم، كيف سيكون الحال في هذه المدينة؟ أكيد ستتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه من مشاكل وإفقار لهذه العوائل. نعم. وثقل المجتمع العراقي بشكل عام. وهذا يدفعنا للسؤال عن السبب أو الأسباب أستاذ نظير لهذا الجفاف المتوقع، هل هو متعلق بأسباب متعلقة بالعراق بالداخل العراقي أم أن هناك أسباب خارجية لافتعال هذه المشكلة؟ طبعا أخي الكريم، كما تعلم أن يعني كجغرافيا نهر ديالى هو يعني يستمد مياهه من الروافد التي تأتي من إيران، وهي محافظة يعني مجاورة للأراضي الإيرانية، وكما تعلم أن إيران الآن تتحكم بنسبة المياه المتدفقة إلى العراق وتحاول سنة بعد أخرى تقليل هذه الكميات، ولو كانت هناك حكومة حريصة على شعبها وعلى زراعتها لكان لها موقف. يعني أنا قرأت يعني البارحة خبر أن النائب عبد الخالق العزاوي يقول لدينا مباحثات مع إيران وتركيا لموضوع المياه، ولكنه اعترف بنفس الوقت قال لا نعتقد أن هناك حلول جذرية لهذه المشكلة، لكن ربما ستكون هناك حلول جزئية. معناها أنها الحكومة غير قادرة على فرض يعني التزاما حقيقيا على إيران يسمح بتدفق المياه كما كانت، وبالتالي فإن إيران يعني إما هي لا تحترم الحكومة العراقية. نعم. ولا تعترف بها كدولة، أو أن الحكومة العراقية ومن يسيطر على الوضع في العراق هو متواطئ مع المصالح الإيرانية
كون إيران هي من تضع السدود وتستفيد من هذه المياه في زراعتها داخل البلد. نعم. أستاذ نظير، هذا الجفاف إذا ما بقي دون معالجة جذرية سينعكس على حياة ألاف المواطنين العراقيين وعلى مصادر أرزاقهم وخاصة شريحة الفلاحين والمزارعين. السؤال، هل من الممكن مثلا أن تساهم الحكومة في رفع هذه في التقليل من آثار هذه المشكلة من خلال دعم هذه القطاعات؟ لا أخي، بالتأكيد لن تساهم. يعني أنا أضرب لك مثلا للقياس على هذه الحالة. يعني مثلا عندما يعني انتشر وباء كورونا في العراق حال أو حال كل البلدان، لم تقوم الحكومة بتعويض من تضرر من هذه الجائحة بسبب توقف أعماله. فكيف بهؤلاء الفلاحين الذين يمتلكون آلاف الدونمات وتدور عليهم يعني أموال كبيرة؟ هل الحكومة قادرة على تعويضهم؟ وبدلا من تعويضهم، لماذا لا تحل المشاكل التي أدت إلى هذا الأزمة المائية؟ الحقيقة أن الحكومة هي تعيش في حالة تخبط، ليس كما كنا نتكلم على المستوى السياسي والمستوى الأمني، إنما حتى على المستوى الاقتصادي وما يتعلق بالزراعة. يعني أخي الكريم، تصور أن أحد الحلول يطرحها أحد النواب، يقول أن لدينا ميزان تجاري مع إيران وتركيا يقدر بأربعين مليار، ولأجل أن نطلق مياه أكثر ممكن أن نضغط عليهم باستيراداتنا. أنا لا أعرف كيف أن دولة تضغط على دولة أخرى بالاستيرادات. أنت لماذا تستورد هذه المبالغ الضخمة؟ ولماذا تعطل زراعتك وصناعتك لكي تستورد هذه المبالغ الضخمة من هذه الدول؟ نعم. وكيف تكافئ هذه الدول بهذه الاستيرادات وهي تمارس عليك يعني تقليل للحصص المائية؟ نعم. يعني هناك تخبط شديد في سياستهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول.